من ناحية أخرى، أكد رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق أن اجتماع القاهرة السادس رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية والمحاكم العليا الأفريقية صار رمزا وشاهدا على إرادة صلبة لأبناء أفريقيا والإخلاص والرغبة في تبادل الرؤى. وفي هذا الإطار شدد رئيس مجلس الشيوخ على أن مصر ترحب دائما بكل أفريقي يحمل راية البناء والتنمية لرفع شأن قارتنا. دواعي الشرف والامتنان أن أقف بينكم اليوم لنشهد معا بناء جديدا في صرح مؤتمرنا الذي بكم وبحمد الله تعالى ورعاية كريمة من القيادة السياسية المصرية الواعية صار رمزا ونبراسا وشاهدا على إرادة صلبة لأبناء أفريقيا اجتمعت فيه كلمتهم على أن تكون مداولاتهم هي جوهر لقاءاتهم والإخلاص والرغبة الأكيدة في إيجاد الحلول وتبادل الرؤى والمشورة هي رائدهم، ومن ثم لم يعد مستغربا أن يكون النجاح حليفهم.